ندير الغزال ضربنا وبنيتي انا راجلي ميت وتشوفي بنيتي معدي صح باش نخدم وبعدين قلت لك قسم بالله بنيتي قلت لك ما نلقى من ياكل على تقلي ديما نكذب عليك والدواء كنمشي للسبيطار شكي لوحوني بعد ما تقطع لي مصيبه باش نشريه عندي واحد دار شتي خرج شتي خرج فيه الصدافيه كامل حالته ما تشوفيش كتخبز لي تولي ما قديش تشوفي لي في راس مطلقه بنيتي بجوج بنيقات تما شوي ما ضلش يد تما ايوا لا اله الا الله بنيتي تشوفني كاريه كيجيني الكرا يجيني الماء يجيني الضوء الموجود الله بنيتي وقلت لك بنيتي ما كي انا نكذب قلت لك ما نلقى ما ناكل ما نلقى لا طحين لا سكر لا اتاي لا والو ما نلقاش ما نصير دوك دخلت الكوزين وراك والله ما تلقيت حجم الدوسه موراك عديش بنيتي الفلوس ودرهم ما تلقايش عندي على تقليدي وجوج بنيات مطلقة بهم وبنيتي على قد الحال اللي صورتهم عندك حنا نجيبها قلت لك الخضرة هي الاخر ما كدورش عندي ولا اذا يلاه دوك اللي صورتهم خلص فيهم الكرا يجيني الماء يجيني الضوء والدو ما لاقيش باش نشري شوف شحال وريتك بنيتي في الساك لدك جي كان مرض من سيلقى باش ندوز كان بنيتي ب 11000 وكانت شاوني تدك الماء لقطها تيغفر الله ذنبي باش تخلصها ودوك الوقت دوك شوفي داك وقت الشتاء راه الماء عليا تشي كامل عليا هادي تشوفين دايرت هنا لداخل الله بنيتي على تقليدي ما داك كتفيض عليا شوفي حالتي بنيتي كدايره شوفي حالتي كدايره شوفي الزن كدير من هنا شوفي من هنا حالتي بنيتي ما الحمد لله الحمد لله بنيتي زعما انا معذبه بنيتي ما نكذبش عليك اي حاجه كنشوفها ما نلحقهاش لا خطاتني البوطه قسما بالله لا نقبلهاش كاينش اللي خدام عليا بنيتي تخدم بحال هكا مع الناس تمشي عند شي مراه تمشي عند ود العرض هز لعبناده بنيدي دير ميناج كتمشي كاك بعد نوبه المعامل ما فين فين ما تقلبي الخبز طبيب وكسوتهم وصباتهم وخصهم شي ياكلو ما عمر جاب لي عمر معتقم يدوز العيد الكبير يدوز ما كيصقرش ما يعتقمش بنيدي عمره ما جاب لي واحد الخرف وقال لي ما ذكر بناتي عمره ما جا خارج ما يد تقول لك سوق لها اي واش غنقول لك بنيتي انا ما سخوش عليا عمره ما جا وقال لي خرج دوك الدراري قالت ولا ندير لهم هاد الكسيوه ولا تقول مني قيسهم تزوج ولد مع طول ثاني ولا مع طول تزوج وانا كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا مع عندي ما خدامه ما والو الكرا والمرضى والحمد لله بنيتي